يلا نعمل يلا غاده اتفضلي. اوكي عايزين كوبايتين الا ربع. اوكي من نرجع نعيد المقادير، احنا حكينا المقادير بس هلا برجع اعيدهم مره ثانيه على السريع. هلا بدنا خبز النان الهندي، انت حاطه كوب وثلاث ارباع طحين. رح اعيدهم بسرعه، هم طلعوا على الشاشه ورح ينعادوا اصلا كمان شوي. معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره خميره، معلقه كبيره زيت نباتي، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين كبار زبادي، ومعلقتين كبار حليب، وبدنا رشه ملح. هذه هي وصفه خبز النان. يلا معلقه ده الاول هنحط يا غاده يا رندا يا رندا العجينة مظبوط الملح؟ اه يلا هناخد هنحط معاها البيكنج باودر، وهنحط معلقه صغيره خميره. ورشة ملح ومعلقتين الزبادي. الأول نخلط دول مع بعض، دايما المقادير الجافة بنخلطها مع بعض. اوكي هنحط معلقتين زبادي. اسمعي نريمان محمد بتقول: عندما تأكل تلذذ وبشدة، عندما تحب اعشق، عندما تجلس استرخي، عندما تشرب اسرح، عيش اللحظة الحاضرة، هكذا تستمتع بالحياة. صح، والاكل احد متع الحياه طبعا. بالضبط. وهنحط الزيت، زيت زيت نباتي غدا. الهنود ما بيستعملوش كتير زيت الزيتون، بيستعملوا هم سمنه جي. شو بيستعملوا؟ بالضبط بالضبط صح. في حاجه تانية نسيناها؟ لا يا حبيبتي، حطيتي طحين، سكر، خميره، زيت، بيكنج باودر، زبادي، حليب. اوكي الحليب ايش حطيتي؟ باودر ولا لا؟ لسه الحليب بس شويه سكر. الخميره بتاعتي شغاله، فانا عشان كده ما خبزتهاش في كوبايه لوحدها. انا لما بكون مش متاكده من الخميره الحليب سائل بحب اخبزها، اطلعها الاول قدامي تكبر في الخميره لحال. لو انه يعني في عندنا وقت بنعمل هيك. بس انا يعني لو مش متاكده من ست البيت من ان الخميره شغاله او بقالها فتره عندها، يفضل ان هي تخمرها برا الاول. اتاكد بالظبط، بلاش تبوظ لنا العجينه. بالظبط. تاري شويه. يا سعد صباح، لا بحب والله. طيب دلوقتي هنشوف بس العجينه لو تمام كده. عايزه شويه ميه، بنضيف لها شويه ميه صغيرين. في هنا عندنا تعليق قال: ما بحب اكل الهندي لانه كثير حار. مش بالضروره، بتقدري تعملي اكل هندي طبعاً بنفس البهارات الهنديه طبعا، ما يكون حار كثير طبعا. يعني خدي الوصفه اللي عجباكي وشيلي منها شيلي منها الحراق. ضحى السخني بتسلم علينا، الله يسلمها. وبعدين خبز البوري، وحدة جربت كثير من اكلاتك، الخبز البوري طلع بجنن. بالهنا بدها والشيفة. كمان طريقة اللولي بوب الهندية. شو هاي؟ اللولي بوب الهندية؟ ما بعرف هاي شو انا شخصيا. ولا انا. وصباح الخير. اوكي احنا بنعجنه لغاية ما يبقى عندنا عجينة متماسكة. حلو. اوكي انت عادي بالايد غاده، مش ما فيش داعي نحطها على العجانه يعني. يعني اللي عايز يحط على العجانه بيحط، اللي عايز بالايد انا لما بتكون الكميه صغيره بعملها بايدي. بكفي عادي منيح. خلاص بنعجنها 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 لغايه ما بتبقى عندنا عجينه ماسكه كويسه. بناخدها طبعا لان فيها خميره، بنسيبها تخمر تقريبا هي بتقعد نص ساعه، ساعه الا ربع. اوكي رح اخذ اتصال معانا نور. هلو صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير يا نور، كيفك؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيكي ويخليكي، كيفك؟ الحمد لله تمام، يسلم ايديك على الوصفات الحلوه. الله يخليكي وايديكي، شكرا. تفضلي. صباح غاده. يا صباح الفل، ازيك؟ ازيك انت؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، من زمان كنت احكي معاكم بس ما عم بلقط مع الخاص. مين؟ نور. نور اهلا يا نور، اهلا اهلا. ازيك انتي؟ الحمد لله كله تمام. اسمعي مره واحده، كتبت
كتبت على الفيسبوك انا مستغربه ليه كل اللي بيتكلموا مع الشيف غاده مصريين. قلت لها ولا حد مصري اتكلم من ساعه ما ابتديت اشتغل في رؤيا، بس كلهم بيتكلموا بيقولوا معي. داليا سنقرط بتقول يسلموا على الايدين بتجنن بموت على كلامك المصري يا غاده. الله يخليك. خلص هيك اللهجه. الشيف غاده عندي طلب. لا اتفضلي اتفضلي. مره في طلبوا منك اكل اطفال. ها. انا ابني كان عمره شهر وانا بتابعك هلا عمره 6 شهور وبدنا اكل اطفال. وبعدك بتستني؟ طب خليك استني. انا بستنى هي كبر وانا بستنى. لا لا ولا يهمك، نعمل حلقه كامله عن اطفال شهور يعني. يعني اكل اطفال انه ممكن طعمي. طب اقول لها على حاجه ينفع؟ تقولي من الخبره الشخصيه. لا أوه. مش من الخبره الشخصيه، من خبره في ناس بتوع تغذيه بيكتبوا عندي في المجله، فالمجله العدد الجاي نازل فيها في نازل فيها اكل للاطفال اللي عندهم شهور. ف اخر يوم ليا ولا ايه؟ اخر يوم غدا. شكرا لاتصالك. يا سلام. باي. فرصه سعيده. انبسطت اللي تعرفت عليكم. ربنا وقت ممتع. اوكي هلا رح نعمل عجينة الخبز. هنعمل عجينة الخبز هي احنا عملناها خلاص وسبناها خمرت شوية. طبعا اسمعي شوفي غادة، اللهجة المصرية يعني نحن تربينا على المسلسلات المصرية. مزبوط. فاللهجة المصرية، النكتة المصرية، المسرحية المصرية يعني جزء من كان من حياتنا اليومية. صح. عرفتي؟ فالواحد لما بيسمع المصري بحس هيك بيذكره بالمسرحيات المصرية بأيام الطفولة. صح. هلا لسه في طبعا مسلسلات مصرية بس ما زمان كانوا كتير رئاسي. كان عدد القنوات اللي بنحضرها معدودة. صح. عرفتي شو؟ مزبوط. هلا الواحد بيقلب اللي بيحضر اللي بده اياه، بس قبل تعودنا على النكتة المصرية، المسرحية، المسلسل. مزبوط. فعشان هيك بتلاقي يمكن أكتر لهجة بتقنوها العرب هي المصرية. صح. احنا تعودنا عليها. مش برجع تاني وبقول ان انا نص مصرية ونص اردني، يعني انا ابويا اردني وامك مصرية. وامتي اللي مصرية بس انا بالضبط لاني تربيت في مصر فاللهجة فلهجتي اخذت من هناك. بس غدا انت قبل ما كنتيش هون يعني امتى لك راجعه على الاردن؟ بس 7-8 سنين. يعني حتى من لما تزوجتي كنت عايشه في مصر. بنعمل العيش بنعمله بس كده ولحاله بيفتح كده. بتفرديه وبيفتح وبعدين بنحطه في صينيه. اوكي وبندخله الفرن. على الفرن. بايش بتحطيه؟ صينيه عاديه؟ استني انا حاطه بالفرن. بس انا اللي حطاهم صغيرين خالص. ده اللي انا عملتهم في البيت. طبعا المقاس بتتحكمي فيه انت زي ما انت عايزه. زي خبزنا كتير مش بس. ما هو انا عشان كده بصي ازاي بيطلع العجينه. شو بتفرق عن خبزنا؟ العيش العادي هنا ما بتحطلوش مثلا زبادي ولا بيكنج باودر ولا حليب، هو بيتعمل بس بمواد ابسط من كده. بس ده بيبقى اذا هذا خبز النعناع. شوفي قد ايه نافش قد ايه بده بالفرن. بس تلاقيه نفش وابتدى يحمر من فوق بيبقى استوى. طب انا بتعرفي شو سؤالي؟ شو بخليها تفتح هيك؟ مش فيها ألها؟ خميره. فيها خميره فبتفتح. مش عارفه اللي حطيتهم في الفرن مستنى عليهم شوي. لا استوت. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. يلا ناخذ فاصل وبنرجع نكمل دجاج بالزبده على الطريقه الهنديه مع غاده تلي. خليكم معنا.